السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه السلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى من مدينة نوفوسيبيرسك. دي عاصمة إقليم سيبيريا كله وأكبر مدينة في الإقليم ومركز بيزنس و المهم، موضوعنا النهاردة عن في شاب عمل مقارنة كده صغيرة ما بين الزوجة الأوكرانية والفلبينية. الراجل ده عايش في دبي بقاله 8 سنين يمكن أكتر، ولكن قال لي واقعتين كده. قال لي إن هو كان متجوز قبل كده أو بيحب واحدة أوكرانية وعايز يتجوزها، فيعني عملت معاه حركه مش كويسه. فالمهم ايه، قالك لا الروسيه انضف، الروسيات ما تعملش كده، واتجوز واحده روسيه، اتجوزها فعلا بقى. فقال بقى من غير ما اعرف طباعها، قال الاوكرانيه كنت عارف طباعها، الروسيه ما كنتش عارف طباعها، فطقشنا في بعض كده. فقال لي بص شهادتي هتبقى مجروحه لان انا اتجوزتها من غير ما اعرفها كويس، فاتصدمت في اخطائها، فما اقدرش اقول كل الروسيات وحشين. قال بس بعد ما اتطلقنا مشاكل كتيرة طبعا، قال لما اتجوزت واحدة فلبينية عرفها في دبي، قال لك اسلمت بسهولة جدا، مطيعة بسهولة جدا، بيقول يعني ان غبت عنها حفظتك في مالك ودارك وولادك، فقال يعني واحدة تتحط على الجرح يطيب. قال بينما الروسية بالنسبة لي كانت تتحط على الجرح يورم. ففي ناس مش متجوزة فلبينيات عايشين في دبي ويقولك على فكرة الراجل ده بيتكلم صح، لو حكيت له الكلام ده يقولك هو فعلا الفلبينية ما بتطلبش حاجة تقريبا وطيبة وكده يعني. غير كده ان فيها يعني غالبا فيهم جميلات ومعظمهم مش حلوين، بس يعني فيهم جميلات وبترضي الراجل من ناحية الجمال كمان. وزود لي من الشعر بيت، قال لي الفلبينية تتميز عن أي جنسية في العالم إنها مش زنانة. قال لي بقى بص كلمة زنانة دي مرتبطة بأي مرأة في العالم، قال لي إلا دي. فأنا مش متيقن طبعا من الكلام ده، بس هو على عهدته. أحد الناس برضو قال لي على قصة كده، أما راح القنصلية المصرية في الإمارات وكان بيسأل على ورق، فلقى واحدة فلبينية محجبة والعربي بتاعها صعب ومحتاجة حد يساعدها بالعربي ويتكلم بالتليفون ويكلم الموظف، لأن الموظف يعني الإنجليزي بتاعه مش قوي أو هي مش عارفة تشرح له. فالمهم الشخص ده تبرع إن هو يترجم الفلبينية دي عايزة تقول إيه للراجل ويرد عليها ويترجم للست. الست دي جايه السفاره والقنصليه المصريه لان جوزها مصري مات وليه ورث واملاك في دبي، وبتحاول تتواصل مع القنصليه علشان تدي حق ولاده من مراته الاولانيه عن طريق القنصليه. ولاده ما يقدروش يسافروا يجوا دبي، فهي بتسعى وبتخلص الورق في دبي عشان تريحهم وعشان تبعت لهم فلوسهم واملاكهم، بتسعى وبتتعب وهي مش عارفة اللغة عشان تحقق الموضوع ده بعد جوزها ما مات. شوفوا الوفاء. مش عايز اقول ان الفلبينيات بس اللي بتعمل كده، في ستات كتير في العالم عندها نفس الخصال بتاعت الوفاء للرجل في الحياة والممات. ولكن في ملاحظة صغيرة كده، الفكرة ان ممكن هي ست كويسة وكل حاجة، ولكن الرجل ثم الرجل بيعاملها كويس هيطلع منها احسن حاجة، عاملها بأدب واحترام ويدها حقها ويعاملها بتهذيب ودلعها وبسطها وما خسرش فيها حاجة، فهيتردله ده دنيا واخرة. فانك تحسن معاملة الزوجة ايا كانت جنسيتها، مش لازم تكون عربية زيك، مش لازم تكون من خلفية مسلمة لسه داخلة الإسلام جديد،
احسن معاملتها لو سمحت. في نماذج بيبقوا قاسيين قوي على الزوجة ومستغل انها غلبانة، وبعد كده بعد ما يموت بتنتقم منه بقى في عياله، في املاكه، تسرقها تنهبها لنفسها، تسوق سمعته بعد ما يموت، تمثل بس قدام الناس يا جوزي يا حبيبي وحشتني قطعت بيا، وبعد كده كام يوم وتبدأ رحلة الانتقام وتقول لك اللي ما خدتوش وهو حي اخده وهو ميت احسن من وش. فتحب يا اخي ده مصيرك تكون تكون الشخص الاول ولا التاني؟ الشخص الاول راعى مراته في حياته فرعته في حياته ومماته، واحد تاني ممكن اختار غلط وعامل معاملة وحشة وغلط لمراته فشاف المرار دنيا ولسه هيشوفه في اخره. فبقول لكم من سيبيريا، اتقوا الله في زوجاتكن القادمات اللي لسه ما اتجوزتهاش، ثم بعد الزواج او لما تتجوزها اتقي الله فيها اكتر من الاول. خلصت الحلقة، يا رب كل رسالة وصلت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير وحفظ الله. السلام عليكم. تمام.